السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتسولون على جديد الأشغال ديال شركة أليك، جديد في الأشغال، والجديد في الأشغال عنده علاقة حتى بذاك الفيديو اللي كنت صورت مؤخرا، واحد دو جور هذه ولا تروا جور، اللي شحال من واحد انتقده وقال بأن شركة أليك كدير خدمة اللي هي ما متقوناش. أنا راه ما كندافعش على الشركة وما كنتخلص عند الشركة وما عندي حتى شي علاقة بالشركة، ها باش تفهموا. انا كنقول لكم الواقع ديال الفيديوهات. داك النهار فاش كنت كنصور سولتهم، قلت لهم اش كديروا؟ قالوا لي راه كنديروا هذا الشيء مؤقت وراه غادي تحيد هذه الطبقه هذه، والدليل على ذلك هو دابا اما كتشوفوا فاش خدامين، راه سدوا دابا الطريق اليمين ديالي، تسدات الطريق، وها هما دابا كيحيدوا ديك داك الكودرون القديم. ها انتم دابا كتشوفوا، ها هما العمال ديال الشركه راه خدامين يوم الاثنين January 2024. انا كنت كنقول بان اليوم غادي يكون عطله، ولكن هما هاد الشركات اللي كيشدوا هاد الاوراش الكبرى هادو ما كيعرفوش شي حاجه سميتها العطله، هادو كيعرفوا الخدمه لو ترافاي كما كنقولوا الدق والسكت. شوفوا تبارك الله الاله ديال الكاتر بيلار 3360 كيفاش خدامه، تبارك الله على هاد الناس هادو كيفاش خدامين. هما راه كيحيدوا دابا داك الكودرون القديم، راه ليبيسير ديالو تقريبا غتكون هذا شي 16 سنتيم ولا ما عرفت، تبارك الله راه كبير باش يحيدوا هذا الشيء، راه ما ساهلش. اذا هذه دابا هي الخدمه اللي بينا نشوفوا كاع لي شونتي ديال المغرب. اشنا هي الخدمه؟ هو ان كتوصل واحد، كتوصل واحد الزفت صافي ضرب تقريبا واحد 5 سنين ولا 10 سنين وتكولا صافي، حيدوا ليا ما ديرش فوق منه الزفت، حيدوا ودير زفت اخر. وقبل ما دير الزفت راه كدير التربه والاحجار، المهم دوك الناس المهندسين هما اللي عارفين داكشي. اذا كما كتشوفوا معايا الخوت، المهم كما قلت لكم هذا راه ليس دفاعا على شركه أليك. انا أليك ما كيعطيوني، ما كنشد عندهم وما كنشد عند حتى شي شركه. انا في هذه القناه كنعول على راسي، كان شي حاجه مقاده راه كنقولها، كان شي حاجه عوجه راه كنقولها، وما عمر شي واحد غادي يقدر يعطيني، وما والله اللي كيعطي والله اللي كيحيد، هادشي راه انا كنامن به. انا أليك شفت الخدمه ديالهم، وداك النهار رونفورصاو ديك لا شوسي، رونفورصاو علاش؟ لان تما كيدوز بنادم بزاف، خصوصا دوك الرموكات وداك الشيء، وها هما الدليل، ها هما دابا خدامين كيحيدوا هاد سميتو، ها هما هادو دابا هما الفيديوهات اللي تنبغي نصور لكم، بحال هادو هما الفيديوهات اللي تنبغي نصور، واخا انا دابا في الطوموبيل، ولكن راه بان لي داكشي كلشي كيضربوه، ها هما كيضربو كيحيدو داك الزفت، كلشي هادشي غيتحيد. ها هي الكاتر بيلار خدامه هنا، ها هو السكانيا كيتسنى تما سميتو، كيجمع داك الزفت وكيمشي كيلوحو في بلاصتو وكيجي تاني وكيخدم، هادشي اللي كاينين. وكاينه واحد الهيطاتشي راه غتبان لكم الهيطه هي كتحفر، المهم كل واحد عنده لا فونكسيون ديالو، كل واحد عنده الدور ديالو. هذا هو البروجي اللي غادي يعود بالنفع على ساكنه مدينه اكادير. علاش؟ ها هما تما تشوفوا دابا معايا، كما كتشوفوا معايا ها هو الكاميو راه غادي يمشي لسميتو البلاصه فاش كيلوح هاد المسائل هادو، والورش راه غادي بواحد الوتيره اللي هي مزيانه، وان شاء الله راه النتيجه النهائيه راه غادي تكون مزيانه. راه انفو كتشوفوا هاد الكاتر بيلار وهاد الهيتاتشي، فهمتي؟ هاد الالات الكبرى عرف بان القضيه راه كتزيان. انا راه وليت كنشوفهم كنرتاح، ان راه امتى اكادير كانوا فيها بحال هاد لي بروجي هادو؟ انا راه ولد اكادير قليل، فاش كنا كنشوفوا بهاد لي زونجا هادو قليل قليل بزاف، ما دابا صافي حتى بنادم ولا كيعرف. كاين دابا اللي كيعرف هاد الكاط هادي، كاين كيعرفها غير باللباس، كيقول لك الكاط راه عنده غير اللباس، لا عندهم اللباس، ولكن هما راه بداو بسميتو، بداو بالاخر، بداو بهاد الالات هادو. تبارك الله داك لو جون اللي شاد هادي، تبارك الله عليه. شوف الناس، شوف المغرب راه فيه الطاقات، عمرنا نحقرو ريوسنا، وهاد الشباب هادو اللي طالعين انا بعدا كنشجعهم انهم يمشيو لهاد المهن ديال هادشي، ديال هادشي دابا ديال البني الاوراش الكبرى. علاش؟ لان هادشي دابا مطلوب، المغرب دابا راه
المغرب دابا راه غادي ينضم لاكوب دي موند. سافو دير كوا؟ سافو دير بانه راه هادشي راه غادي يكون بالنسبه لواحد السيد كان قال لي بان واحد السيد كان قال لي بانني نعطي لي كاركتيرستيك ديال هاد لابيل سور شوني بيل لابيل هيدروليك. المهم لا كارك لي كاركتيرستيك برينسيبال هما نقولهم لك دابا راه كاين حدايا دابا كنشوف فيهم تيب دو فيكول بيل هيدروليك بويسونس دو موتور 232 كيلو وات. قلت هادشي انا ما تنفهمش فيه واخا نقولوا لك انا هادشي راه ما تنفهمش فيه. إذن كما كتشوفوا معايا حنا نبقاو معها خلينا بدوك لي كاركتيرستيك. سمح لي هذاك الشيء هذاك الكاركتيرستيك وداك الشيء ما عنديش معاه ما تنعرفش ليه شي حاجه ما تنعرفش ليها راه ما تنعرفش ليها صافي صراحه. إذن تحيه لهاد الشركه هادي اللي هي شركه اليك والعمال ديالها اللي خدامين معنا في هاد الورش واحد واحد راه واحد العمل جبار اللي كيقوموا به وكنتمنى لهم النجاح والتوفيق ويتافونساو بحال هاد الشركات هادو خصهم يطلعوا للفوق. علاش؟ لان راه سميتو شركه اللي كتافونسي ليك البلاد كتربح الفلوس من حقهم يربحوا الفلوس. راه شاد ديال المارشي هذا دابا مشدود هذا ب 105 مليون درهم اللي هي 10 مليار و500 مليون ولكن من حقهم راه كيضربوا عليها تما راه هما راه غادي يحيدوا هذاك القدرون كامل شتي كلشي هادشي دابا غيتحيد كلشي هادشي دابا غيد سوف يصبح جزءا من الماضي. وان شاء الله انا الافونتاج اللي عندي ديال هاد الشونتي هو انني قريب ليه. انا ساكن في زاميكال طق بالطوموبيل هاني فهمتي بانت لي شي لعيبه ولا شي لعيبه راه غادي نصور لكم. وان شاء الله الا بقينا على قيد الحياه راه حنا نبقاو معكم تنصوروا هادشي كامل. واحد السيد راه طلبنا قال لك اسيدي تتبع يومي حنا ان شاء الله غندير لكم تتبع يومي. غير هو واحد الحاجه الا بدات الخدمه ديال سميتو ديال التعليم وداك الشيء راه غادي نخصوا الفيديوهات لان دابا راه باقي الاضراب ما كرهناش اخويا هذا الاضراب هذا يسالي يطلع عليا هادشي والله العظيم صافي بركه بغينا نخدموا فهمتي. غنشوفوا دابا هاد السيمانه هادي والغالب الاحيان هاد السيمانه هادي لي بارد ديال الاساتذه طلع عليهم الدم صافي غادي يرجعوا للاقسام. لا راه صاروا فيا اومي فهمتي غادي تدخل القسم خصك تكمل البروغرام خصك شحال من حاجه شتي كي كيديروا ولا سميتو كيحيدوا داك الشيء كيجي الكاميو وكيهز. شحال في الساعه دابا؟ دابا تقريبا خمسة وقسمين هاد هو رجع ثاني كيخدم تبارك الله عليه هاد لو جون هذا عرفتي علاش؟ ان الكاميو راه جاي ديك دابا هاد الخدمه هادي دو زيليمون اللي هما مهمين ديك لابيل هيدروليك وهاد الكاميو هذا. الحمد لله والشكر لله. الجو اليوم في اكادير سخون واحد شويه لكن ما كتشوفوا معايا هنا سكانيا الدور ديالو راه باين. سكانيا الدور ديالو هو يجمع داك سكانيا راه ديال السويد. سكانيا ديال السويد هو هو كيخدمو هاد السكانيا هادو كيجيبوها راه هاد كيخدمو بزاف هاد الكاميوات الكبار هما اللي تيخدموا عليهم بزاف. تصايب هاد السكانيا هذا في 1891 واو 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 الشركات الواعرين هادو. سكانيا يا سكانيا كاين الصاد الخوت كنشربوا الماء ضروري من الماء سينو راه غادي يزيد الروتاسيون
شتو معايا حنا راه كنصوروا لكم الحلقه تاع هي داكشي باين طريق غادي تزيان. اول مرحله دابا اللي داروا دابا اول مرحله داروا الا عقلتوا كانوا كيدوزوا دوك التيوات ديال الضوء والماء وسميتو كاع داكشي دوزوه واش متوني. ودابا راه خدامين على اش كيقولوا لي قلت لك بان سمحوا لي اقطع بانه بداو بدوك الجنابات كيديروا لنا انفراستركتور ديال لاسينيسمو داكشي راه نتوما راه عارفينو التليفون الماء الضو الانترنيت. ودابا راه يحيدوا هاد لاشوسي هادي يحيدوها كامله يحيدوها يحيدوها. دابا يمكن غادي يخدموا من هنا حتى تل سميتو غيفوتو السبيطار داك الرومبوان ديال السبيطار غيفوتو حتى الرومبوان الاخر اللي كيدير لاله مريم الشيخ سعدي فاش كدور على اليسر تما الخدمه الواعره. دابا عندهم من داك الرومبوان حتى المرسى هذيك تما فاش غادي يوحلو ماشي غادي يوحلو غادي يدي لهم تما الوقت. المهم راه ما غيوحلوش كون غيوحلو كاع ميشدو هذا المارشي هذا. دابا اين فوا يمكن هذا المارشي غادي يسالي غادي يبداو الاخر من الجيش الملكي. شوف دابا يمكن الجيش الملكي واش غادي يضربوا دابا من الجيش الملكي كاين الجيش الملكي خصهم يضربوا دابا من الجيش الملكي حتى الداخله. ها واحد المارشي من الداخله من الداخله حتى البريكوما ها جوج من البريكوما يمكن حتى داك الرومبون اللي كيدي التيكيوين ها ثلاثه ما عاد راه كيقسموا هذا الشيء من تيكيوين. المهم هادشي راه فيه بزاف ديال المارشيات ولكن دابا الشونجمون اللي كاين هو ان هاد وزاره تجهيز الماء صافي حيدوا لي هاد لي مارشي هادو بقى عندها هاد المارشي هذا هي المتر دوفراج ديالو غتقابل هاد المارشي هذا التيسالي وغادي تحبس كلشي. هادشي دابا اللي جاي من مورا شارع الجيش الملكي حتى من الجيش الملكي زعما حتى المطار كلشي غادي تشدو اش كيقولوا لي هذيك سوسما سا اميناجمون هي اللي غادي تشدو سوسيتي هي سوسيتي انونيم الدولة اللي دارتها الرئيس ديالها هو منير جبيلو. علاش انا البروجي هذا تنصورو بزاف علاش؟ لان هذا دابا هو العصب ديال اكادير. بغيتي تمشي للمرسى غدوز من هنا، بغيتي تمشي لزاميكال غدوز من هنا، بغيتي تمشي للسبيطار الحسن الثاني غدوز من هنا، بغيتي تمشي لإيلي غدوز من هنا، بغيتي تمشي للإحشاج غدوز من هنا، الداخلة، السلام ضروري ما غدوز من هاد الطريق هادي، ضروري 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 ومؤكد. هذاك الشيء علاش أنا كنبازي على هاد البروجي هذا كنصورو. وهاد البروجي كما كنت قلت لكم راه هاد البروجي هذا اللي تبع معايا الفيديوهات وداك الشيء الناس القدام هاد البروجي هذا هو اللي شد حصه الاسد من برنامج التنميه الحضاريه. هذا والروكاد ديال النور ايست اللي هي الشمالي الشرقي راه بجوجهم مقيومين بجوج المليار و600 مليون درهم زباله ديال الفلوس. انا نعطيكم داك الشيء بالضبط بالضبط بالضبط. هذا طريق السريع الحضاري مليار و 183 مليون درهم عقلوا عليها مليار و 183 مليون درهم. والاخر المداري الشمالي الشرقي مقيوم على الدوله مليار و 448 مليون درهم. هادو راه ارقام اللي ما ساهلينش وهادشي كلشي بالفضل ديال شكون ماشي ديال البلديه ماشي اخنوش اللي مسؤول على هادشي وماشي دوك المجالس اللي دازو هادشي اللي مسؤول عليه هو الدوله. هذه إرادة ملكية بحال ذاك البرنامج اللي كاين في كازا بحال البرنامج اللي كاين في طنجة بحال البرنامج اللي كاين في الرباط فهمتي. ها هو الكاميرا يمكن غادي يمشي دابا مي دابا غادي يمشي غادي يخوي والاخر حتى هو خدام تبارك الله عليه هذا لو جون هذا قضية غادية مزيان. دابا كل مرحلة عندها الخصوصية ديالها. أنا دابا هادشي أنا ماشي ولد الدومين ما نكذبش عليكم أنا غير هادشي عز عليا نصورو ولكن كتفهموا واحد شوية ماشي حنا مجلجين كاع مكلخين
باش يقول لك بنادم لا ماشي خدمه هذه راه ماشي هما راه ماشي هما دابا تما في المرسى اللي كنت صورت ماشي دفاعا عنهم باش نعاود هذه المساله هما ماشي داروا التزفيت النهائي هما داروا التزفيت المؤقت باش الطوموبيلات ما بقاش يكون عندهم دوك لي سكوس راه سولت الناس اللي كانوا تما في ذاك الورش وهضرت معاهم قال لك اسيدي هذا الشيء درناه وهذا الشيء الشركه اللي كتخسر فيه الفلوس هو الشركه راه ما تتخسرش هو الشركه اصلا اي شركه في العالم خصها تربح ولكن داك الشيء دارته تفوبرو علاش باش سميتو باش الطوموبيلات مابقاش يسمعوا من عند الناس الهضره لا كاينين السوكوس وهذه وهذه هذا راه بروجي كبير هذا السي محمد انا يلاه قلتها لكم مليار و 448 مليون درهم ديال طريق المداري الشمالي الشرقي ومليار و 183 مليون درهم ديال الطريق السريع الحضاري غير هو الديفو اللي كاين هو انه مازال كاين غموض على لي تريمي علاش لحد الان داروا دو تريمي تريمي باللغه العربيه هي الممرات تحت الارضيه ماشي الانفاق الانفاق هما لي تونيل لحد الان دار الاول ديال تقاطع شارع عبد الرحيم بوعبيد مع الحي المحمدي ودار الثاني اللي هو ديال تليلة شكون اللي دارهم دارتهم الشركه ديال الشركه اللي ما معروفاش بزاف اللي هي ريجيونال كويك رود ريجيونال كويك رود هي الا ترجمناها تعطيك كويك رود طريق جهوي السريع فهمتي حتى هما خربزوا هادو دايرين دايرين سميه اللي هي انجليزيه كانوا خصهم يديروا سميه اللي هي فرنسيه علاش لان الفرنسي دابا هي اللي خدامه دابا في المغرب هي اللغه الاكثر اهميه مورا العربيه عاد مورا لونجلي واش فهمتوني داروا جوج نورمالمون خصهم يديروا 11 وفاش الناس كيسولوا داك الشيء قال لك اسيدي لا هذا التصريح ديال اش كيقولوا ليه ديال نائب رئيس مجلس مدينه اكادير اللي هو بودرقه مصطفى بودرقه قال لهم اسيدي لا راه جاتنا مراسله من الداخليه والمراسلة الداخلية كتقول بأنه خص دار دراسة ديال الجدوى ديال سميتو علاش لأن التكلفة ديال هادي وهادي وهاد الشيء راه ما مفهومش علاش لأن الملك عطاكم الميزانية في الأول شي 6 المليار درهم دابا ولات شي 7 المليار درهم وفي الآخر كتقول لنا داك الشيء هادشي ما خاص شي تفسير اللي هو أكثر زعما يكون منطقي ماشي تقول لي سميتو والشركه اللي غادي دير داك البحث ولا الدراسه ترونزيتيك هي شركه سويسريه عندها المقر في المغرب ولكن شركه سويسريه تما علامه استفهام ما انا بحال هادشي راه ما خاصو كاع الدراسات لان باين جميع الممرات ديال الطريق السريع الحضري الغالبيه ديالهم خاصهم ممر تحت ارضي نبداو بليزاميكال هذا ليزاميكال خاصو من موراه كاين هذاك ديال الحي المحمدي راه داروه من موراه كاين هذاك ديال الداخله راه خاصو ها جوج خاصهم يدارو تسيلا راه مديور راه خص ديال بريكوما المهم تما خاصهم واحد داك الشي نيت اللي خاص باقي خاص تسعود اذا الطريقه الخوت ها هي راه تسرحات شتوها دابا ولات كدي وكتجيب ها باش تعرفوا ها هو خونا تبارك الله عليه كيستعد باش يخدم حيت 100% دابا الكاميو غيكون جاي ديك الخدمه ديالو عندها علاقه بالكاميو كيتسنى دابا الكاميو راه تيخويها في شي بلاصه قريبه هنا اذا على العجيبه ديال لابيل هيدروليك الكاتر بيلار هي غادي تحرك دابا مع اقتراب وصول سكانيا اذا غادي نشوفوا هنا المرحله الاخيره من الفيديو نتمنوا ان اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو هذا يدير ضروري من الجيم عافاكم راه ما تخسروا والو راه غير داك الزر ديال الاعجاب كدا 70 واحد ما مابونيش في القناه تاعو راه ما يخسروا والو الا داروا ابوني ولي كومونتير كاين ما
ما عرفتش انا علاش الناس ما كيبغيوش يكتبوا لي كومونتير، ما عرفتش علاش. كومونتير غادي يكون كومونتير عادي، كيجاكم الاشغال في اكادير، واش كاين شي افونسمون مقارنه مع مال اكادير افون 2020 واكادير دابا في 2023؟ واش بان لكم في هذه الشركه هذه واش فعلا شركه مزيانه ولا شركه اللي غير كتخربز؟ انا كتبان لي صراحه شركه مزيانه، انا راه كنصور هذا الشيء تقريبا يوميا. انا والله العظيم الى اليوم تنسحبوا واش ما يخدموش، لان اليوم راه فيري وهما خدامين. ديك دابا هاد البروجي هادي خصهم يساليو المعلومات الاخرين اللي غادي نعطيكم على المبالغ الماليه. ما عنديش ديال هذا ديال الفوا اكسبريس غادي نقلب عليه، ولكن عندي ديال طريق المداري الشمالي الشرقي والمساهمات. رب كاين المساهمات، كاين اول مساهم واكبر مساهم هو، ولكن راه شي كامل راه فلوس الدوله باش ما نقول لكمش، زعما الدوله هي اللي كتساهم ولكن كل واحد كيقسموا ليه. المهم هادوك تيتسموا باللغه الفرنسيه سميتهم لي بارتنير فينونسيير، زعما الشركاء الماليين. كاين اولا مينيستير دو ليكيبمون اي دولو، وزاره التجهيز والماء، عاطيه هدف الطريق المداري عاطيه 450 مليون درهم. كاين سيدي الكونسي ريجيونال سوس ماسا اللي هو مجلس جهه سوس ماسا، عاطينا سيدي 333 مليون درهم. كاين سيدي المينيستير دو لانتيريور اللي هي وزاره الداخليه عاطيه 251 مليون درهم. وكاين هذا الكونسي كوميونال داكادير اللي عاطي اللي هو المجلس البلدي ديال اكادير 238 مليون درهم. واخر اخر مساهم هو المينيستير دو لاندستري دي كوميرس وزاره الصناعه والتجاره 130 مليون درهم. هادو هما اللي مساهمين، ولكن هادشي راه فلوس الدوله. فاش كتشوف بحال هاد البروجي هادو، فاش كتشوف الدوله كتانفيستي بحال هاد البروجي، هاد البروجي غادي يعود بالنفع اولا على الساكنه ديال مدينه اكادير كامله، وعلى الزوار ديال مدينه اكادير. اي واحد جا سواء كاوري سواء مغربي سواء من مكان. ودابا بحال دابا الطريقه ديال التعاودات راه تشد لك واحد، الا كانت مزيانه تقادات مزيان تشد لك القليله واحد 15 عام ولا 10 سنين، وين شدتها 10 سنين راه مزيانه. حيت دابا ديري تفي حسب ثاني واش قادو داك الشيء مزيان ولا ما قادوش، حسب حتى السيركيلاسيون شحال ديال السيركيلاسيون غتكون. سمعنا الفيديو طولناه، غادي نحبسو دابا. شكرا لكم والى اللقاء في حلقات مقبله بحول الله. شوفوا هذا اش غايديروا. قال لك حاز، لا ما غنحبسوش تيسالي واحد لا الشارج هادي. عندهم الخدمة هنا، عرفتي شحال ديال الشوسي غادي يحيدو؟ وعندهم الخدمة هنا بن عبد الله خويا، لا عندهم الخدمة، عندهم الخدمة نيت ديال المعقول. تبارك الله عليهم الدراري هنا، يا سلام. هادو راه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هادو الطريقة هادي راه كبيرة، عرفتي علاش غادي هاد الطريقة هادي دابا تال المرسى ديال الجزء الأول دابا غادي يخدمو هادشي غيحيدوه، وكتجي دابا ديك ليكيب ديال توفنا والمسائل وكيجيو لي تيكنيسيان باش كيعبرو، وهادي خدموها بالعقل، ضربو هاد لابارتي كوش حلوها، وخدامين دابا في لابارتي دروات. يا سلام. شوفوا معايا ديال هذا الفيديو، هذا السبب علاش درتو، رد على دوك الناس اللي قال لك الشركه راه ما كديرش خدمه متقونه.
باش نختم لكم هذا الشيء، ليس دفاعا على شركة أليك، ولكن كنبين لكم الطريقة باش كتخدم. وداك الزفت اللي داروا داك النهار الزفت اللي هو مؤقت، حيت كاين شي وحدين كيتسحبوا راسهم واش معلمين، هو راه ما معلم ما والو، هو راه ما عمرو جا لكادير، ما عمر عرف كاع كادير فين جات، غير كيسمع بها. اجي خويا وشوف داكشي. بحال دابا انا الا قلتي دابا انا مشيت كنحكم على كازا ولا على الرباط ولا على طنجه، كنقول لا هاد الشركه هادي اللي خدامه هنا راه ما غنحكمش اخويا حتى نشوف، عاد غنحكم، ما غنحكمش اخويا حتى نشوف. يلا الله يعاونكم والى اللقاء.